الجلسه انا لعبت واحد موسم كامل كان تركيز فيها نفسي اكتر منه فني لانه كان دايما بيتكلم معاهم ما بيتكلمش معاهم فني خالص بيتكلم معاهم ان انتوا لعيبه كبيره وتردوا في الملعب وانتوا تقدروا بتصنعوا مجد للنادي بتاعكم ومجد شخصي ليكم ان انتوا تحققوا بطوله قاريه جديده تضاف ليكم السوبر الثامن. اتكلم معاهم ان انتوا عندكم من الخبرات ان انتوا يعني تخرجوا نفسكم من اللي حصل في المنتخب. وانا شايف خبرات لعيبه زي قفشه ومحمد وقفشه بالذات عنده حته العند الكروي دي لما حد مثلا بيجي لا بتلاقيه بيدوس على نفسه اكتر وبيصر اكتر. وانا شايف ان واحد هيبقى من نجوم مباراه السوبر باذن الله قفشه. موسيماني كمان شغال نفسيا مع اللعيبه كويس جدا بالذات شريف وقفشه. اتكلموا مع عمرو السوليه برضه وعمرو خرج من المود بتاعه موضوع عمرو السوليه ده غريب جدا يعني ما انا ياما ناس جابت اجوان في بقى في نفسها يعني ما ده ظهره للجول عشان هي ماشي الاهلي والزمالك على السوشيال ميديا هي قلبت الاهلي. انا قلت كده يومها عمرو اللعيبه الغيوره كانت عارف لعيبه الاهلي انت لعبت منتخب ولعبت اهلي بتبقى اللعيبه بتبقى غيوره قلبها جمهور وتوقيت الجون يعني عارف كان ليه حساسيه في الاخر. انا لعيب انا كان لعيب حزعل لكن في الاخر موضوع عمرو عنده من الخبرات واللعيبه عندها من الخبرات هو الماتش كمان تخرج من الكلام ده. وانا شايف على مستوى الاسماء وعلى مستوى الظهور الاخير يعني يمكن الرجاء قدام حسنيه اغادير او تعادل تهيألي كسب في اخر دقيقه كسب في اخر والله اتغلب مش عارف من اولمبي الفاسي حاجه زي كده. فريق ما كسبش غير ماتشين بس طول الماتشات الدوري لا ولكن ده مش معناه ان هناك يعني ان ده مسهل الماتش او بتاع لانه ملهاش مقياس 90 دقيقه بتبقى الموضوع مش مختلف تماما يعني دايما احنا الماتشات اللي قدام